إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة. في فبراير عام 2015 استيقظ المصريون على أخبار قيام القوات الجوية المصرية بتنفيذ ضربات مكثفة على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وذلك في رد فعل سريع على بث التنظيم فيديو لإعدام 21 قبطيا مصريا. يستوحي فيلم السرب الذي تم طرح أعلانه الدعائي مؤخرا هذه الأحداث الحقيقية من بطولات القوات الجوية المصرية، معتمدا على وقعة ثأر القوات الجوية لدم المصريين الأبرياء. ويشارك في الفيلم مجموعة من أبرز نجوم السينما والدراما المصريين في إنتاج ضخم، من حيث مشاركة سرب مصري كامل والتصوير الواقعي، وهو ما علق عليه صناع الفيلم بأنها ربما تكون المرة الأولى من حيث المعدات وأماكن التصوير ومسارح العمليات، بالإضافة إلى رفض الاستعانة بالجرافيك والاهتمام بتقديم مشاهد واقعية. يوثق الفيلم لصفحة من صفحات بطولات القوات الجوية المصرية، ففي فجر يوم 16 من فبراير عام 2015 شهدت سماء مصر انطلاق المقاتلات الحربية باتجاه الأراضي الليبية لتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز التنظيمات المتطرفة في ليبيا. جاءت الضربات الجوية المصرية المركزة رداً على قيام تنظيم داعش الإرهابي بقتل 21 مواطناً مصريا على ساحل مدينة سرت الليبية، وهي الجريمة التي كانت بداية نهاية التنظيم في ليبيا. جرت الضربات الجوية المصرية بالتنسيق مع الجيش الوطني الليبي، ونجحت في تحقيق أهدافها بدقة، وعادت القوات إلى قواعدها سالمة. لم تكتفي مصر بالضربات الجوية، بل تحدثت تقارير إعلامية وقتها عن عمليات إنزال بري للقوات المصرية في درنة، أسفرت عن مقتل واعتقال العشرات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي. بالتزامن مع تلك العمليات العسكرية المصرية التي تتم بالتنسيق مع السلطات الليبية، جرى تشكيل غرفة عمليات مشتركة في إطار خطة متكاملة لمواجهة الإرهاب في ليبيا، وتحديدا في معاقل التنظيمات المتطرفة بالشرق حيث الحدود المباشرة مع مصر. في مايو عام 2017 عادت مصر لتوجيه ضربات جوية مكثفة ضد معاقل المتطرفين في درنة بعد استهداف حافلة للأقباط في مصر. قالت القاهرة إن مرتكبي العملية الإرهابية جاءوا من معسكرات تدريب في ليبيا، وتحديدا من درنة التي تحولت إلى أحد أكبر معاقل التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية. ومهدت الضربات المصرية التي دمرت المركز الرئيسي للمتطرفين بشكل كامل لتحرك بري من الجيش الليبي الذي كان يطوق المدينة الاستراتيجية تمهيدا لتحريرها. مدينة درنة أصبحت بؤرة إرهاب رئيسية، وبالتالي كانت هذه العملية تأتي في إطار العمل المشترك، وستتواصل العمليات المشتركة بين الجيشين الليبي والمصري لدحر الإرهاب. فتحت الضربات المصرية الطريق لقوات الجيش الليبي لتطهير البلاد من آخر بؤر التطرف في شرق ليبيا، حتى أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في يونيو عام 2018 تحرير مدينة درنة الاستراتيجية وبسط السيطرة على الهلال النفطي، في إنجاز كبير وغير مسبوق منذ تمدد الجماعات الإرهابية في ليبيا بعد عام 2011. القوات المسلحة الآن دخلت مدينة درنة وسط ترحيب وتهليل الأهالي. وفي أكتوبر عام 2018 وأثناء عمليات تمشيط مدينة درنة، تمكن الجيش الليبي من اعتقال المطلوب الأول لمصر الإرهابي هشام عشماوي، والذي سبق واتخذت جماعته من درنة مركزا للعمليات الإرهابية ضد مصر. لم تكن العمليات التي انطلقت فجر 16 من فبراير عام 2015 مجرد ضربات انتقامية، بل كانت تدشينا لعمليات عسكرية انتهت بتحرير إحدى أخطر بؤر الجماعات الإرهابية في ليبيا. وكان سقوط هشام عشماوي تتويجاً لتلك الجهود التي نجحت خلالها مصر في تلقين التنظيمات المتطرفة درساً قاسياً. تلك الملحمة العسكرية وثقها فيلم السرب الذي يكشف تفاصيل المهام التي قام بها الجيش المصري في ملاحقة التنظيمات المتطرفة خارج الحدود، ويعرض صفحة من صفحات بطولات القوات المسلحة
في محاربة الإرهاب، ويأتي في المسترب بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الاختيار في رمضان الماضي، ووثق العمليات التي يخوضها الجيش المصري ضد الإرهابيين في سيناء وصحراء مصر، كما انتقل بأحداثه إلى ليبيا كذلك، حيث اتخذتها التنظيمات الإرهابية كمركز لشن هجماتهم ضد الجيش المصري. وينتظر الجمهور المصري عرض الجزء الثاني من مسلسل الاختيار بمشاركة طاقم مختلف من الممثلين، مستعرضاً الفترة التاريخية من 2012 حتى 2020 لتوثيق بطولات رجال الشرطة في أحد أكثر الفترات اضطراباً في تاريخ مصر الحديث.